دكتور انا في اتنين قاعدين جوه دماغي مش سايبني في حالي، واحد يقول لي ابيض التاني يقول لي لا اسود، واحد يقول لي يمين التاني يقول لي لا شمال، انا مش عارف اخد قرار في اي حاجه. ممكن توضح اكتر؟ يا ابني الحاله اللي عندك دي موجوده عند كل الناس، لكن لترددك بالاضافه لقله ثقتك بنفسك مخليه الشخصيات اللي جواك دي بتحاول تفرض شخصيتها عليك. واتدحرج واجري يا رومان، ما تطلع لي العيال دي وانا امشي مع اللي عاجبني فيهم. انا قريت في كتاب عن ملك قديم كان بيطلع الشخصيات اللي جواه دي ويقعدهم قدامه كده ويقعد يتكلم معاهم يتكلم معاهم. طيب يعني ينفع اهو؟ دي اساطير خرافات حكايات قبل النوم مش حقيقي. دواء ده تمشي عليه لمده اسبوعين وبعدين اشوف. ها مش فاهم يعني كاتب لي بروزولين يا فندم؟ هو الكتاب ده اسمه ايه؟ اطلعوا لي بره. كل انسان يكمن بداخله مئات الشخصيات، وهذه الشخصيات تتصارع للسيطره وقياده باقي الشخصيات. في النهايه يذهب كل هذا ولا يبقى للانسان الا التردد والتردد والتردد، وهذه الافعال لا تكون ناتجه من الشخص ذاته بل تكون ناتجه من احدى الشخصيات المسيطره عليه. واشهر من تعرض لهذه الواقعه هو الملك لويس الثاني عشر، وتقول الأساطير أنه كان عن طريق عبارات سحرية معينة يستطيع إخراج كل شخصية بداخله لتتجسد له على هيئة إنسان يستطيع الكلام معه. فين بقى العبارات السحرية دي؟ بس لما نيجي بقى لمراعة الاستهلال. والله لا أحبك موت وأحب برج الحوت. صباح الخير بقى. الراجل ده مجنون، فاحنا مش هنسمع كلامه. صباح الخير. وطلعت دلو ومش هفوت. انت هتقعد طول عمرك كده هربت؟ راح في ايه؟ استنى، انا ابو الخير اللي هو انت يا يوسف، والكيكي ده للاسف انت برضو يا يوسف. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه. انت هتصيع يا ابني، مش عامل كوني بره. اصوت جوايا الزن مش طلعنا لك بره في اين؟ انا ما انت طلعت لي بره بقى كده خلاص. انا وانت انا. ايوه انتوا الاثنين بقى انا وطلعنا بقى. اتفضل. ايوه ممكن تسيبوني في حالي بقى وتخرجوا، تخرجوا من حياتي بقى وتدخلوا جوه دماغي وتتخلصوا خالص؟ مش كده اللي حصل لي يا ابني؟ اللي حصل لك علشان انت بشر واحد بقى كلام وانت عبيط زيه. احترم نفسك يا كيكا، انا مش عايز اكلمك، انا مش زيك. بس بقى مالك بس فوقي او عيني بقى. بس بقى فوقي او عينك. بس بقى خدعت منه خلاص، مش مستحمل اهله. اصحى وانا يالي عشان طيب. عشان انا صبور. ايه؟ عشان انا انسان حليم. بس بقى بس خلاص.